خلونا نبدا. يعني انا هستاذنك دكتور علي، انا عايز ابدا مع المهندس محمد هاشم. مهندس محمد، مره تانية اهلا بحضرتك، وعايز اعرف منك ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على انه يطلق مبادره حياه كريمه رسميا من خلال المؤتمر، رغم انه مرحلتها الاولى كانت قد بدات بالفعل، يعني وهو كمان تم وضعها من ضمن توصيات المؤتمر. هو بالفعل سيادة الرئيس أطلق هذه المبادرة في بداية عام 2019، وكان الغرض من أنه يعيد مرة أخرى الكلام عن هذه المبادرة في مؤتمر الشباب في الأسبوع الماضي، أنه بيتابع كعادته ما تم إنجازه منذ أن أطلق هذه المبادرة في إطار الإعداد للتنفيذ الفعلي لأنشطة ومشروعات وتدخلات هذه المبادرة العظيمة. برضو الدعوة بتاعت سيادة الرئيس فيها دعوة إلى تضافر الجهود ما بين الحكومة والوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكل مصادر التمويل الممكن إتاحتها لدعم هذه المبادرة الكريمة من أجل حياة كريمة.